قال وما يستوي البحران، تعالين دي البحرين، ده طاعم وده مسيخ، ده طاعم تشيل منه طاعم وده تشيل منه مسيخ، ويأكلك من الطاعم ويأكلك من المسيخ. شو القوة دي كيف؟ البحر ده الله اداك فيه ثلاثة نعم من النعم، يعني ثلاثة فوق السفن تمش فيه، تنتقل من منطقة لمنطقة، وتحد تمرق الأشياء زي أنبياء النساء، جواهر لؤلؤ أشياء جوا، وفي النص سمك، يعني زينة وطعام وسفر. قال وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر. ده ليه كله؟ لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. النعم دي كلها بس قال لك اشكرني بس. شوف ان ادم ده ضعيف كيف، قال لك انا النعم دي كلها الله خلقها سبحانه وتعالى، قال لك بس انت اشكرني بس. بعد ده في ناس بيشكروا غيره، يقول لك فلان شرب البحر وفلان جر الشمس وفلان في التلفزيون فلان بيقول لك شيء كن فيكون.